خلاص نقدر نستعرض سعود. أنا سعيد جداً أنك موجود اليوم في معرضي، معرض وجوه في زمن العزلة. ماذا تقول؟ أقول مش أنا سعيد بوجودك في جدة، وأنت إضافة للفن التشكيلي بشكل عام وإضافة إلى جدة. المعرض عيشني لحظات الحجر والحظر من بداياته حقيقة. شفت عمل أو مجموعة أعمال، طبعاً ماني فنان تشكيلي لكني متذوق إلى درجة ما. حقيقة تماهيت مع العزلة بما تعني، شفت الوجوه اللي في زمن العزلة، مستويات التأمل، اللحظات اللي عاشها كل شخص في هذه المرحلة. أنا أتصور إنك استطعت أن تعكس الكثير من الجوانب اللي عشناها في هذه الفترة. الشيء الثاني، لا أنا شفت تكنيك جديد وتكنيك جميل في تشكيليا فنيا، تجريب بشكل جميل. حقيقة شعرت نفسي وأنا أمشي ونتأمل في كل لوحة، وجدت نفسي أتسمر أمامها وانغرس، بل إني وجدت صدق يعني إني في بعض اللوحات كاني داخل جبهتها، يعني كانوا أنا. الله. بجد يعني، فهي تعبر عن مرحلة استثنائية في تاريخ البشرية. كيف استطعت أن تحول تلك اللحظات الإشكالية في تاريخنا إلى تلك اللوحات؟ أنا حقيقة ممتن بزيارة هذا المعرض وممتن لك شخصياً، ودائما انت عظيم ولك من اسمك شيء كبير. تسلم. انا شاكر لك وممتن لك ايضا في هذا الكلام الجميل. شكرا لك دكتور. وهذا هو معرضنا وجوه في زمن العزلة، والعزلة عزلتنا عن اشياء، ولكن اتاحت لنا الفرصة ان احنا نشوف نفسنا من خلال هذه الاعمال الفنية اللي هدية بسيطة للأستاذ الفاضل أستاذ عبد العظيم على اللوحة الجميلة ومشاركته معنا في مركز أدهم، وأتمنى أنها تعجبه، وهي باسمي وباسم مركز أدهم وباسم جميع الأعضاء. الله أكبر. كلنا متشوقين، ما أدري وش بيصير. يلا نقول بسم الله. يلا يلا بسم الله. أنا اللي أخذ يعني. الله كده. يلا يلا. حلو حلو. ناقص ناقص. كملها كملها. ناقص. كملها. يلا ها. جميل. كمل. حلو. حلو. جميل. الله. صدق أعطى الظل صدق. حلو. حلو. هذا هو. ألف شكر. ألف شكر لك والله. ألف ألف شكر.